أعزائي المتابعين، يعطيكم العافية. نحن في لقاء على موقع جبلنا مع ابن ترشيحة الأخ البيرن دراوس، والذي أعلن مؤخرا عن نيته خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة بلدية معروف ترشيحة، وكذلك بطبيعة الحال عضويتها. يشاركني في هذا اللقاء الأخ ماجد حداد بإعداده وتقديمه. مرة أخرى نرحب بكم ويعطيك العافية أخ البير. أهلا وسهلا. سؤالي الأول أو توجيهي الأول إليك، نحن على أبواب انتخابات السلطات المحلية 2023. أعلنت أنك ستخوض الانتخابات بقائمة لعضوية وكمان للرئاسي من خلال هذه القائمة، من قائمة ترشيحة أولا طبعا. يعني سؤالي، هل حصلت على تأييد واسع من قبل كادر القائمة، أم أن كان هناك عملية مرتبة لحصولك وترأسك القائمة؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم. أنا بشكركم على اللقاء الحلو وهذا، وبالأخص أنه يعني بيشمل مواقع اثنين حلوين في منطقتنا. وبهالمناسبة أبو حنا كل السلام إليك، صلواتنا إليك، تتضلك في صحتك من خلال عملك. أخ زهير، لسؤالك، أولا وجودي في قائمة ترشيحة أولا هو وضع طبيعي. أنا كنت مرشح نمرة 10 ومارست يعني عملي السياسي من خلال القائمة، وبتواصل مع رئيس القائمة الأول اللي هو السيد محامي كميل عودي، ولاحقا الأخت سيدة هيلين شهادي. ويعني إنه أنا أخذ القائمة أو أستلم القائمة لإتمام المسيرة كان وضع فيه طبيعية معينة. يعني اجي اقول جرف تام بالموافقه، لا، يعني ما تعرف في، بس باغلبيه القائمه طبعا اخذنا الموافقه والمباركه والدعم، وهذا طلعوا وصرحوا فيه طبعا، وبشكرهم من هذه ما انت شو بتشوف وضعك بالفتره هاي هسه بهاي الايامات، وضعك كمرشح يعني بالنسبه لتمثيلك، بالنسبه هل في كادر قوي وراك، هل انت عم بتشوف بالشارع دعم، شو بتقدر حالك بالايامات كرئاسي بالاول، كرئاسي تعني كرئاسي وكذلك نعم. بالنسبه للرئاسي هات لنقول هيك، انا اعلنت سبب نزولي للرئاسي وعللت هذا الشيء من امرين. الامر الاول هو امر اللي فيه رساله لابن ترشيحه وابن معلوط، انه احنا لا نقل عن معلوط من ناحيه قدراته، بنقدر نقود بلديه معلوط ترشيحه. وانا بدي اي تواصل بين اي شاب من ترشيحه اليوم وبكره وبعدين بيصير مع معلوط، وهي البلديه يكون من محل فيه همم مرفوعه ومش من تحت، لانه احنا مرقنا بما فيه الكفايه مده 42 سنه، ومن من يوم تاسيس او دمج المجالس المحليه معلوط مع ترشيحه. بالنسبة للرئاسة، أنا قلت في اجتماعي ومن ضمن الفيديوهات اللي طلعت فيها، مرجعيتي الأولى والأخيرة في موضوع الرئاسة هي ولاد بلدي. فقريباً إن شاء الله اليوم أو بكرة راح يطلع استطلاع اللي فيه سؤال لأهل بلدي، هل هن بأيدوا نزول حدا من ترشيحة للرئاسة؟ إذا ولا لا، إذا لا معناته ترشيحة. باعتقادي يا خلبي، باعتقادي إنه ناس كثيرة من أهالي ترشيحة بتشوف إنه هاي عملية الترشح للرئاسة عملية خيال وليس واقع. فأنت هل إنه أنت ترشحك أو هدفك بالترشح هو الضغط على المرشحين أبناء معلوت عشان نحصل على حقوقنا بالترشيحة، أم هي عملية أنت شايفها إنه واقع وليس خيال؟ طبعا أنا بشوفها واقع. والامر الثاني اللي خلاني انزل للرئاسه، لانه يعني ما فيش سر هون، في اربع اشخاص اللي هم نازلين للرئاسه من معلوط، واذا كنت بكون انا الخامس. حسب كل الاستطلاعات انه الجوله الثانيه هي شغله لا محاله راح تكون. فانا اللي بقوله والفكره اللي عندي انه اذا بدنا نوصل لجوله ثانيه، طب احنا بنشوف لوين كفه الميزان رايحه لاي مرشح من معلوط، وساعتها التفاوض معه ممكن يكون على اساس انه تعال نشوف كيف ممكن نعمل روتاتسي احنا في الرئاسي. فقديش الاشي مبين انه كبير وبخوف، على ارض الواقع ممكن اكبر دلاله وقت ما بنت اخذ رئيس حكومه كان مع ست
أعضاء وصار رئيس حكومي، قالوا غلط، قالوا مش منيح، قالوا ما بينفعش، ولكن بالنهاية رئيس حكومي ونجح إنه يكون رئيس حكومي. فإحنا مش لازم نخاف من إشي، أول لازم نعطي الإشي وقعه حقه، وهات نفكر بكبير، بلاش نضل نفكر بصغير. فهذا اللي بفكر بالنسبة لقضية الرئاسة. في حديث عن يعني اليوم أنت كإنسان أعلن ترشيح، هل في حديث عن تحالفات وحدة حتى لو جزئية؟ يعني شو موقفك إذا بيكون في إشي؟ هل في توجه منك؟ هل إجاك توجه من غيرك؟ شو موقفك؟ أولاً أنا يعني بوركت بإنه موجود حوالي كادر اللي أفتخر فيه، وطبعاً من خلال لقاء ممكن نفوت للأسماء طبعاً موجودين في الكادر هذا. قبل ما أوصل لتأسيس الكادر وتأسيس القائمة، أنا باشرت في التحالفات وكان لي عدة توجهات حتى نقدر نعمل تحالفات قديش أوسع. يعني مش سر، أول أمر بقدر أحكيه أنه أنا من سنة تقريباً توجهت للسيد فوزي موسى وطلبت من فوزي وقلت له تعال يا فوزي نعمل تحالف أنا وياك من سنة من شهر 7/2022، أنه هذا مطلب الساعة. وفوزي إنسان طبعاً لبق وإله تجربته في العمل السياسي، وإنسان طبعاً أفتخر أنه زمالته والصداقة اللي بيناتنا. فوزي يعني أخذ له كتير وقت لأخذ القرار بالتوجه وطريقة التوجه. فأنا شفت نشرات تنتين أو شغلات تنتين نزلون على الفيسبوك فوزي، يعني بقول هو مطابق جدا للامور اللي انا حاملها بداخلي واللي حكيته بالاشياء. يعني انتم من انه تقعدوا تحكوا بكره عندنا اجتماع مع فوزي، انتم فوزي وهل بدكم تدعوا اطراف تاني يعني ممثلي او غير ممثلي اثناء ناس اعلنت عن ترشيحها؟ هيك الفكره كانت كالتالي بالاجتماع الاساسي اللي كان عندي في البيت هون من قبل اسبوع، كان يعني انتخب الإخوة ناهي دوي والدكتور بسام بشارة والسيد جورج عبليني اللي هن مندوبين من قبل القائمة عنا بالتشاور مع الفئات والتفاوض مع الفئات الأخرى في الترشيح. بالنسبة للتحالف حتى ما حداش يكون ويقول أنا كنت سباق، أنا بدي أقول شغلة هون في الموضوع. قبل تقريبا سنة وشوي بفكر مش كتير ناس عرفوا في البلد هذا الأمر، على أقل استقالة السيد كميل عودي. قائمة ترشيحة أولا طلبت من هيلين أن تفوت على الكواليتيا، وطلبوا مني أكون مرافق لهيلين حتى نعمل كل الإجراءات المطلوبة حتى تفوت على الكواليتيا بشكل مشرف. اللي عملناه في شيء كالتالي، طبعا قعدت انا وحضرت الهستيم كواليسيوني وطلعت انا وهيلين وقعدنا مع رئيس البلدية اركادي. بحب اذكر انه ما كانش عنده بهذاك الوقت ائتلاف عنده كواليسة، يعني مش قادر يمرق ميزانية، مش قادر ياخذ قرارات، مش قادر دعمته. فقلنا احنا بدنا نفوت على الكواليسة، وسألنا سؤال قال حيفرك ايخ متقدمين كيف نتقدم من هوني. فهيلين شهادة تشهد على الحديث اللي دار بيناتنا. أنا قلت له لرئيس البلدية، قلت له أنا إلي مطلب واحد منك، البرنامج الانتخابي اللي أنت وزعته باللغة العربية على ترشيحة تعلم نفذه. قال لي كتير جميل. قلت له هذا يتطلب إنه إحنا نعمل لجان لكل قضية في ترشيحة، بنحكي على الأرض، بنحكي على الثقافة، بنحكي على التعليم، وبنحكي كمان على الأوتونوميا. وقلت له أنت يعني على دراية كافية أن الأوتونوميا بتطلب منك رئيس بلدية أنك أنت تروح مع الأعضاء من ترشيحة عند وزير الداخلية وتطرق بابه وتطلب الأوتونوميا لترشيحة. شو كان إجابته؟ قال حفري أوريروك كبالتن بهدول. شو شعنا؟ شفت شيء منه ولا حد؟ فأنا شو عملت بهاي الحالة؟ أنا قلت بدي أوسع الحلقة، وبما انه رئيس بلدية عم بيقولنا بشكل واضح انطلقوا في عندكم كيف بيقولوا خط اخضر انه تعمل لكل هاي الاشياء، فانا قلت له هيلين احنا لازم نعمل اشي اسا اكثر تاريخي. حتى قلت له ليش اعضاء ترشيحة بكونوش اسا مع بعض، بكونوش مع بعض بحيث انه هات نطلب منهم جميعا
يفوتوا على الكواليتيا اول شيء هيك بينسبوا الائتلاف بشكل صحيح. والامر الاخر تاريخيا لليوم اعضاء ترشيحها بعد ما تمثلوا ولا مره كانوا كتله واحده او ايد واحده. فهات لنعمل هاي الخطوه التاريخيه ونرجع للبلد وتوجهت لاول موضوع فاللي عملته هيك انا طلعت عند صديقي ايمن شناتي وكنا في سهره هيك حلوه قلت له ايمن انا بطلب منك تفوت على الكواليتا عندنا هالسنه هات على القليله نقول لاولاد ترشيح ان احنا مع بعض وايمن ابدا استعداده لهذا الموضوع ويعطيه العافيه. فبعدين رحت حكيت مع السيد نزيل اندراوس، نزيل كان بالكواليتيا طلع على الاوبوزيتيا حكيت معه وكان حاضر برغم الاشياء او الخلافات الداخليه اللي كانت موجوده مش هذا المحل انه نفوت له يعني. فنزيل وافق انه طبعا يتصل مع السيد نخلة طمنس ونعمل هذا الائتلاف. فبالاخر بنيت اللجان كلياتها مع اسماء لسؤالك اخي ماجد بنيت اللجان مع اسماء مع خطه عمل مع كل المطلوب وفتنا على الاجتماع بالبلديه مع السيد نخلة طمنس كنت انا وهيلين والسيد نخلي وكان قاعد النائب السابق حمد وكان بديش احكي تفاصيل اخرى صارت انما بعطي بس الملخص من الموضوع هذا انه انا بعرض قدامك سيدي نخلي بعرض قدامك وبقول لك انه ولاد ترشيح موافقين يفوتوا على الائتلاف وانا بجيب لك يعني جبت له اسماء اللي موجوده هي اسماء مهنيه يعني كل واحد حسب مقدراته يعني حط الشخص الانسان الصح بالمحل الصح وقلت له ولاد ترشيح حاضرين يفوتوا على الكواليتيا فتعال مباشر ونشتغل. فهناك صار شغله انه هاي الورقه مش عن طريق نخلي تصرف بكل محبه في هذا الموضوع انما البرنامج اللي بس بدنا نشوف شيء احنا مشاكل ترشيحها كبيره سالت كبيره وقضاياها مش بالهويه محلها يعني لازم يعني هاي كله حديث بعضه وانت ممكن نشوف هل ممكن نشوف ان كون ايد واحد تراشحه ايد واحد انت عارف ايد واحد بتزقفش وانت حتى انك مثلت البير كنت لحالك كمان راح يكون موقف سهل وانت شايف انه من 60 سنه ولا ورا ولا حدا عمل شيء، اولاد ترشيحها كلياتهم بيطلعوا موظفين بيقعدوا فوق الموظفين، النائب موظف. فقضايا ترشيحها ملحه. انت شو شايف كيف شايف الموضوع؟ الموضوع لازم يصير فيه تكاتف عليه، قصه اقفاص الدجاج، قصه الدبشه، قصه المخططات اللي بتنبنى بقلب الدبشة عمارات بتنبنى مدرسة مدرسة القديمة الوضع حطوها هذيك اليوم حط الأخ نخلة طمنس إنه في مدرسة حط خرائط يعني ما في شيء يعني هذا الحكي بعد 20-30 سنة ففي قضايا ملحة اليوم الناخب أنا بقول لك كلمة يا أبو هنري والناس كلها سمعتني ولا ترشيح هون في 300 شاب مؤكدا لحد إسا مقاطع الانتخابات يأسنين من الوضع شو جايينهم؟ إسا انت بايش تجي ايش تجدد عليهم يعني انا تمام اول شكرا لسؤالك خي ماجد وانا حاسس قد ايه جاي من كيف بقولوا من وجع هذول ابن بلد بس انا اذا كني حكيت على هاي الشغله انا حكيت فقط على اليه كيف كنا ممكن نعمل بالبلد وبكل اسف كيف حطيت الشغله قدام نائب رئيس البلديه هيك ضلت. فانا شو اللي بدي احاول اقوله كان لي كثير محاولات انا بشكل شخصي للالتفاف وانه تعال نتوحد وكذلك الامر. انا كان لي توجه كمان هاي مكتوبين واحد للجبهه وواحد للتجمع وطلبت منهم الدعم وتعال نتكاتف مع بعض حتى حاضر اجتمع معك وحتى نتقدم. رسالتي للشباب في احباط كبير بالشارع وانا موافق باللي حكيته 100%. أنا برجع بقول الإحباط هو مش جواب حتى نجيب ترشيح لوضع أفضل.
الجواب اللي بقدر اعطيه للاحباط هو فقط المعرفه في العمل في داخل البلديه معلول قرشيحه، وهذا ما ينقصنا حتى اليوم. خيا ماجد، لازم تطلع ناس مع درايه كافيه، مع معرفه شو اللي بدك. يعني احنا رايحين نشوف شيء مختلف. على الاخر انا بدي اجيب لك مثال، انا بدي اجيب لك يعني برنامج عمل ميداني. على الاخر انا ب 31 الشهر اذا ربنا وفقني انا ب 1/11 عارف حالي شو بدي اعمل. ممكن تعطينا مثل؟ يلا دقيقه بس بدي اقول قبل البتل شغله. اينشتاين قال شغله واحده، لا يمكن لا يمكن تعيد على نفس النهج وتتوقع نتيجه ثانيه. اكيد لا. اوكي بدي اجيب كمان شغله، اديسون اللي اخترع الكهرباء اخترعها بعد ما عمل 768 محاولة. اجوا سألوه ولو فشلت 768 مرة طنك قدرت تعمل الكهرباء؟ قال لهم لا، أنا بعرف 768 طريقة بطلعش منها كهرباء. ومن هون أنا بقول أنا بعرف 1,400,000 طريقة بطلعش منها إنجازات بلدية معلول قرشيحة. أنا عارف شو لازم نعمل فوق، الشغل لازم يكون مهني. أنا قلت وبرجع بقول أنا بنادم بفهمش بكتير مواضيع، ملم هون وهون وهون، ولكن يجب توظيف أشخاص، مش هذا تابع لهاي القائمة وهذا تابع لهاي الطائفة وهذا، يجب توظيف الناس الصح. أنت بتقول شو الحلم تبعك، بدي أجيب مثال. مدرسة ترشيحة. نحن نلتقي بالليالي وبنقول خربان المدرسة وحديث من هالنوع، هذا إشي بيقلمني جدا. احنا من طلاب هاي المدرسة. انت كيف شايف اوضاع المدارس والتعليم بتبقى؟ سأقول لك شو، حتى انا ما اكونش مخطئ، ما يعني ما اغلطش وما غلطش غيري، انا بعلم شغلة وحدة، حلمي انا اجي اقول بدي مدرسة اور ترشيحة فرضا احسن مدرسة باسرائيل، هذا الحلم تبعي كنتيجة سبور كمرشح. بتحط لجنة مهنية خيا ماجد، هاي اللجنة المهنية ناس اللي بتعرف كيف تقيم مستوى مدرسة. وهن يجي يقولوا لي بعد شهرين ثلاثة ايش لازم نعمل تحسينات وضغط. هل انا بعيد عن الحلم تبعي ولا انا قريب عن الحلم تبعي؟ اذا لازم يتسوق 1 2 3 4 حتى اقرب عن الحلم، لازم يتسوق 1 2 3 4. ومش مهم شو الاشي اللي بتسوق، عم بحكي اداريا وتقنيا ومن ناحية ميزانيات ومن ناحية علاقات ومن ناحية السجين، كل المطلوب في المدرسة انها تصير احسن مدرسة لازم نعمل. ساعتها هاي النتائج لازم تاخدها وتطلع على لأبناء بلدك وتقول لهم حبايبي وضع المدرسة هذا هو، وإحنا رايحين نعمل هاي الخطوات حتى نجيب المدرسة لوضع أحسن. مدرسة ثقافي، كل الرياضة. الرياضة شو مع الرياضة؟ أنت أمان، أنت يعني كنت مدير إداري لجمعية الثقافة ترشيحة، فرقة ترشيحة للموسيقى العربية، وإلك باع طويل بنشهد كلنا بهذا الموضوع. أنت برأيك هاي الجمعية مثلا أو أي جمعية أخرى رياضية ثقافية كانت في ترشيحة، هل تحصل على الدعم الكافي من البلدية؟ مش عم بقول لك الفترة هاي بس، على السنين قلطت كمان، هل هي بتحصل بتشوفها انت على الدعم الكافي ولا مش عم تحصل؟ وهل هناك خطة لديك بهذا الخصوص؟ طبعا لدعم الجمعيات؟ طبعا. اولا بحب اقول وانوه من تجربتي في هذا الموضوع، في كتير بالبلاد مكاتب اللي بتطلع ما يسمى كلود كوريم. لازم الانسان يكون على درايه بالكلود كوريم. بدي اجيب مثال بسيط، قبل فتره يعني قبل 5 6 سنين بعرفش اللي هو، كان في كول كوري لمفعل طايس. من البرش نقدمه كجمعيه اللي لازم يقدم عليه كانت بلديه معلول قرشيحه، هيك الكول كوري بعرف. كانت البلديه قلت لهم بطلوا بتقدموا لي الكول كوري هاي للفرقه. قديش وصلنا تكثير؟ 221. هوني ما كانوش يعرفوا قبل، انت توجهت وانت حكيت. والبلديه ساعدتكم. والبلديه بتساعد اذا معنيه تساعد. البلديه مش دافعه من جبتها، البلديه بتحصل لإلها وبتحول كل مصاري. ولكن حق يقال لو البلديه رفضت انا كنت بمشكله، حق يقال يعني، بس هم بتفاهم ساعدوا، وهي وظيفه البلديه. البلديه ممنوع تكون حجر عثره قدام مؤسساتها. مشان هيك انا اللي بقوله عده امور لسؤالك اخي ماجد. اول شيء الجمعيات يجب ان تدعم، ومش بس تدعم من البلديه، اذا قدرنا نطلع دعم من البلديه وعلى هذا راح اشتغل راح يكون، واذا لا لازم يكون انسان على ادراك ودرايه كيف يتوجه لمؤسسات ويطلع كلود كوريم حتى نساعده. انا بقول لك في كثير كلود كوريم. انا بشكل شخصي وهي وفاء جمهور تسال،
مدير المتنس. أكام كل كوري وجهت لها؟ أكام كل كوري وجهت لسيد نخل فنوس نائب رئيس البلدية إنه اشتغلوا على قدموا قدموا؟ بعرف شو عملوا في الموضوع طبعاً، أنا ما كنتش بمركز الحدث يعني، بس على القليلة يعني عندي دراي ووجهت. فهذا اللي بدي أعمله كمان مع الرياضة، وهذا اللي بدي أعمله مع الثقافة، وهذا اللي بدي أعمله مع كل الجمعيات الفاعلة، لأنه أنا أقدر وأثمن عالياً عمل الجمعيات في 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 ضشيحة بدون استثناء. قبل ما ننتقل شوي لموضوع ثاني، موضوع اقفاص الدجاج، المشكله الاخيره اللي صارت بترشيحه، يعني اولا انت يعني بدي اسالك اذا ممكن بتشوف في له حل انه ممكن ما يكونش هناك. وعلى فكره انا بدي اوضح شغلي والعالم كلها تسمعني، قضيه اقفاص الدجاج صوبق عليها مرتين من قبل لجنه التخطيط والبناء، مرتين، المره الاولى عام 2013 والمره بعد الرئيس محبط طبعا، والمرة الثانية بعام 2019 بعد الرئيس حالي أركادي بومرنس. أنت بتشوف إنه هاي إنه ما كانش في أي اعتراض من بلدية معروض الترشيح، هل بتشوف في هذا الموضوع تآمر أو عملية سهل وعدم انتباه وعدم معرفة، لأنه ما دمش ولا تقديم اعتراض على هذا الموضوع؟ أنا كلمة واحدة بقول لك، كان في إخفاق نقطة. تآمر بعرفش، لأنه هاي شغلة بدها فحص، أما إخفاق انه يمرق امر عمليه سهل ايوه تمرق عمليه عن الشكل بدون درايه. انا اليوم في انا توجهت لنخلي بهذا الخصوص وسالته وقت المظاهره، قال لي ما عرفناش بهاي اللغه، ما عرفناش المنتخب يعني. انا مع انه بيتم الاعلان 60 يوم بالجريده. انا 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 متاكد اللي حكاه نخلي هو قصده صح، يعني انا متاكد انه تبهوش، بس انا كنت بقول شيء ثاني. ممنوع نيصل لوضع انه ما ننتبهش، عشان هيك انت كممثل يعني في في عندك كيف بسموه منجنون، طاقم كامل بيشتغل في البلديه من محاميه، لا 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 مفروض انه تضلك كثير واعي لشو عم بيصير على الساحه المحليه وعلى الساحه القطريه وعلى جيرانك وشو عم بيصير معهم. فمنشان هيك الاخفاق هذا يعني خساره انه صار، وانا بقول الحكمة انك تمنع المشكلة انها تصير، بس اذا لحقت وصارت كمان لازم يكون انت على دراية كيف تتابع هذا الموضوع. بهذا الشأن، بما انه احنا اسف في المقابلة، انا بدي اقول شو عملت، وعملتها هيك بهدوء. انا تواصلت مع السكان، ما بديش اعمل منه اكثر من اللازم درجة، لانه اسا فترة الانتخابات وبديش كل شغلة تنفهم وكأنه تواصلت مع السكان. واليوم الصبح كان في حديث بيني وبين السيد زاهر جدعون، ومبارح كان في حديث بينه وبينه، اعطيته انا يعني اقتراح لست سبع ثمان نقط بعرفش لازم ينعملوا. قال لي انه بجزء عم بشتغلوا بجزء كذا، اعطاني مهمه اتواصل مع مؤسسات تنتين، حقوق الانسان وحقوق البيئه، عملت ورجعت له جواب انه هيك هيك لازم ينعمل، واقترحت عليه انه لازم تنعمل عده خطوات، جلسات هون وجلسات هون، واكثر من هيك ما يكونش في مظاهره المره الجايه، لازم يكون في مسيره تبدا من ترشيحها لتحريك اهل ترشيحها انه فيهم شيء كبير عم بينعمل، وتستمر وتفوت على مشاف معونه، مظاهره سلميه اللي فيها من نادي كمان مشاف معونه بالانضمام لنا، لانه احنا مش ضد اهل مشاف معونه، احنا بدنا نكون بتعاون تام حتى هذا الاذى يزيح. الشغله عاطله جدا، انا بصراحه في عندي كثير قلق منها، واذا احنا ما كنا حريصين اللي عم بيصير حوالينا، احنا مش بس باقمار الدجاج انما بكثير شغلات ممكن نيقع، وانا بدي اعمل كل ما في وسعي انه ما نقعش بعد ان شاء الله. البير بدي اسالك سؤال، بين مش بدنا نرجع شوي لورا للقصه انه اجتماع عشان تعملوا وحده او قائمه وحده مع بعض، هل عندك مطلب انه بالنسبه لتركيبه القائمه يعني البير اول اكس ثاني او البير ثاني، مش المهم انه دائما بنشوف احنا دائما بالانتخابات عاده، حتى بانتخابات الكنيست وشفنا بالقائمه الموحده كان كل الوقت الخلاف مين اول ومين ثاني ومين الجبهه ومين التجمع والشغلات. هسه هون انتم بالانتخابات عندكم ترشيحه، رح يعني تحكوا كم قائمه مع بعض او كم فئه مع بعض، هل في مطالب انه اكس يكون اول وثاني وثالث، ولا بدك تمشوا زي ما بقولوا على الايد الطيبه والمهم انه تنجحوا وتمشوا الامور؟ أخ زهير، هات لنكون واضحين القضية، بس يعني بديش أخذ قضية التحالف إنها هي جزء من الرومانسية بين بعضنا. أنا بالنسبة لي قضية التحالف هي قضية جوهر،
اللي شايف تحالف كرسي وتناوب كرسي انا مش بهذا المحل. انا مش بهذا المحل. انا فيش عندي مشكله بالخمس سنين ما اكونش بكرسي. بس بهمني اتمثل. اوكي. بهمني جدا انه اتمثل. بديش اعملها هي قضيه كرسي وبدل ما تكون القضايا المصيريه اللي عم نحكي عليها هي تكون القضيه في ترشيحها فجاه اخذ سنتين ونص واخذ سنتين واخذ واخذ واخذ. بتقعد هون على كرسي سنتين ونص بس انا بطلب يكون عندك الكفاءة، يكون عندك كل الأدوات، تعرف تشتغل، تعرف تحكي عبراني منيح لأنك إن رحت عند وزير بدك تحكي معه منيح، بدك تعرف تستعمل محشيف، بدك تعرف تكتب مكتوب. هاي اليوم إخوان بطلت أنا أستحي أحكي عليها الشغلة، هاي اليوم صارت قليلة ومطلب من مطالبنا. عشان هيك قضية التوحيد على إسا مين قال بالضرورة إنه إحنا أكيد رح نكون يمكن يصير رئيس ما نتفقش إحنا وياه على الأشياء الجذرية اللي عم بحكي عليها. شو أنا معناته بروح بفوت خلص المهم في كرسي؟ أنا مش بهذا المحل وأرفض إنه أنزل عن الانتخابات من هذا المحل. لحد اليوم أخذت بعد ما وجدتش هاي الآلية اللي تقدر توفق الناس وكيف تترتب قائمة أصبت آلية ديمقراطية هي البرايمريز. الظاهر إحنا بعدنا مش بمحل نقدر نعمل هاي الآلية بهذا الشكل. إن شاء الله إن شاء الله. وإذا أنا ربنا وفاني وطلعت للبلد أنا راح أعمل خلال خمس سنين انه اهيئ الشارع انه نكون حاضرين نعمل البرايمرز واحد، والشغله الثانيه اهيئ الشارع انه ما يحكيش في القضايا اللي مزعجه جدا وفيها اصوات نشاز. وقد هي اول شغله فيها هي قضيه الطائفيه في ترشيحها. الطائفيه هذا شيء كثير مؤذي للبلد لانه بلدنا بلد مسلم، بلد منيحه. الطائفية هو محل آمن كل واحد بده يروح له، وفجأة وقت الانتخابات بتعزز هذا المحل. بالخمس سنين احنا ببعضنا حلوين وما شاء الله عننا. اللي بقيم القضايا الطائفية والقضايا العائلية هو اشي واحد، وقت ما انت بتتوحد مع ابن بلدك على مطالب وقضايا الطائفية والعائلية تاخذ محلها. روح صلي وين بدك، قديش بدك. انت بتشوف الممكن يصير في وحدة كاملة ترشيحها؟ صعب جدا. انما انا بآمن انه لازم على القليل اللي عندهم نفس الافكار. ما هو يعني لا يعقل اخي ماجد اليوم انا اجي يعني كل النية صار شغلي هون مش شخصية مع الشخص، انا عم بحكي على فكرة انه واحد بفكر يمين وواحد بفكر شمال. طب بدك واحد مشان اطلع فوق انا ما اتفقش معه، طب خليني مش متفق معه من لسه. أنا الأول شغلة قضية الفكر الواحد، الأجندة الواحدة، المطالب الواحدة. اللي شايف كرسي أنا مش معه، أنا مش معه. ولا أقلل من شأن الكرسي وإنك أنت نائب صح السمخيور تبعك، ولكن ممنوع يكون هذا هو المحور. أكيد إيد واحدة بتزقفش. أكيد. وأنا مع الوحدة، أنا مع إنه يصير قديش أكثر وحدة وقديش أكثر تحالفات. خليني أقول اليوم أنت وصلت على السلطة، سؤال أخير تقريبا، وصلت على السلطة. شو خلينا نقول الشيء اللي على الصفيح الساخن، اول مشروع بدك تعمله، اول شيء بدك تعمله ترشيح بهمك، تعليم، رياضه، مدارس، بناء، ما كل ذلك. في عندي عده شغلات براسي. اذا بتسالني يعني خلينا نقول شو سلم اولوياتك اكثر يعني بالشهرين ثلاثه نص السنه الاوائل، حتى نقول كلمات ثانيه، انا راح اشتغل بشكل متوازي. بشكل متوازي انه مش قضيه استناها لتخلص افوت بالقضيه الثانيه. يعني بشكر ربي على هاي النعمة انه في عندي الاستطاعة انه اشتغل بشكل متوازي على عدة قضايا مع بعض البعض. اكثر شيء ملح في ترشيح اليوم وبكل اسف البلد لازم يكون نظيفة. هاي الشغلة خلال شهرين ثلاثة لازم تنتهي، ممنوع نحكي فيها خمس سنين، هذا واحد. ترشيحها لازم يكون فيها ورد. اوكي؟ قضية الصيانة يكون تطلع من بيتك تشوف وردة قدامك، هاي شغلة مهمة جدا. انا لا أقلل من قيمة هاي الأمور اللي هي قديش بسيطة. مشان هيك الإنسان بيدفع أرمونة، مشان هيك الإنسان حقه ياخذ النظافة البيئة النظيفة والمحيطة. أبسط الأمور يعني بدنا نعمل 100%. الأمر الثاني يا زهير واللي هو بالنسبة لي بأهمية كثير كثير كبيرة، أنا قلتها وأكررها مرارا ومرارا، أهل ترشيحة لأني بعرفهم ناس من أطيب الناس وناس مناح، ناس مناح بالمجمل، ناس مناح على صعيد نجاحات فردية
مخيفة يا الملاد ملان مخيفة من ناحية نجاحات فردية بتشوف هذا هون في المركز وهذا هون أكيد. في مديرته وهذا هون وهذا هون وهذا هون ولكن في إشي واحد مش ظابط بيناتنا العلاقات والدبق اللي بربطنا مع بعض ضعيف ضعيف وده بقول هذا من أول أولوياتي وعندي طرق طبعا كيف تنعمل الشغلة من أول أولوياتي إنه نرجع الثقة بين بعضنا البعض هذا إشي أنا مش بحكي كل شقاء يعني إنه أنظر على حدا أنا كتير بهتم أنا اليوم بس أسمع إنه حدا بحكيش مع حدا بضايقني بس أسمع إنه عائلات مختلفة كتير بضايقني بس أشوف المرحبة تقيلة ما بين أبناء الولد البلد الواحد هنجيب زي ما حكيت عن أديسون بعرف مليون قلت 400 ألف شيء كيف بيطلعش نتائج أنا بتعمل الشغلات اللي بتجيب نتائج ترشيحة عشان كل وقت أنا بالفيديوهات تبعتي ترشيحة تنجز إن شاء الله طيب كلمة أخيرة للناخب الترشيحاوي أو للمواطن نعم الكلمة الأخيرة للنائب الترشيحاوي وبالأخص الشباب والشابات الترشيحاوي أول شيء أنا بإيماني الداخلي إنه الشباب والشابات هدول مجموعة اللي ممنوع الاستغناء عنهم ولا بأي شكل لأنه هدول أنا بشوف فيهم مستقبل البلد فمنشان هيك انا بدعو الشباب والشباب بقولش انا يعني نازل عن انتخاباتي تعالوا وراي انا عم بقول لهم اشي واحد تعالوا نبني الامور اللي عم بحكيها هون نبنيها مع بعض كونوا معي انا بدي جيل شباب يرافق بدي جيل شباب نوجد فيه قياده طب انا 5 سنين 10 سنين رحت على جنب مين بكمل مين بكمل الطريق نضلنا احنا هدول لا اكيد بدي انه يكون جيب. الأمر الثاني اللي بدي أحكيه قريباً على فكرة رح أعمل منشور اجتماع للشباب والشباب من هذا المنبر بطلب منهم تعالوا على الاجتماع تعالوا تحاور تحاور إشي كتير شرعي وكتير صح إنه نعمله تعالوا تحاور إذا أنتوا بدكم تضلكوا باليأس اللي أنتوا فيه اختيار بحترمه أما في إمكانية تانية أكتر من هيك اليوم اللي عم بشوفه أنا وسمعته في شباب وشابات بقول لك خلص انا لواحد من ترشيحه بديش اصوت فعندهم توجه لناس من معلوط اللي هن نازلين على الانتخابات هون بقول كلمتين من القلب الى القلب لا يمكن يا ابن ترشيحه حدا يحس بألمك وبمشاكلك وبالامور التي يجب ان تعالج في ترشيحه زي ابن ما بحط ظفرك الا ما بحط جلدك الا ظفرك هذا انا اللي بقوله ابن معلوم احترامي الكامل بعرفش مين هو سمعت اسماء هون وهون ولكن اذا الياس جابنا لوضع انه فيش عندنا ثقه بابن ترشيحه لا انا بقوله على راس السطح انا الثقه تبعتك انا العنوان تبعك يا شاب ويا شاب انه اعطيك كل الاشياء اللي انت فائده انا الامل تبعك بدي اكون لانه بالاخر بعد الانتخابات انا بعد هالعمر بدي هيك اطلع بعيونكم واقول لكم انا قلت وعملت لانه اذا بدي استحق اطلع بعينين اولاد بلدي معناته اكيد الشيء كثير غلط شكرا لك خلبير نتمنى لك التوفيق وشكرا للزميل ابو حاتم